كغيرهم من العراقيين في مختلف المحافظات، يعاني سكان الموصل من مشكلات وأزمات متفاقمة أثمرتها سياسات فاشلة وفساد حكومي بلغ حداً بات يهدد بانهيار اقتصادي شامل في العراق. صار حلم كل شاب أنه يكون صاحب بيت، صاحب وظيفة أو صاحب عمل. الحكومة العراقية والمحلية كل شيء ما موفرة من هاي النواحي. البطالة وصلت المراحل خطيرة كلش. البطالة يؤدي للفقر، والفقر يؤدي إلى مشاكل عائلية ومشاكل المظاهرات أيضاً بسبب البطالة وبسبب الفقر. غير أن الموصليين تتضاعف معاناتهم عن غيرهم من العراقيين بالنظر إلى ما واجهته المدينة من حرب أتت على الأخضر واليابس وخلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى ودمرت البنية التحتية، لا سيما في الجانب الأيمن الذي يغيب عن اهتمام الحكومة برغم ما يعانيه سكانه من فقر وبطالة وانعدام شبه كامل للخدمات. لا محافظ عندنا، لا قائم مقام عندنا، بس من الأيسر يفتلون وبتشذب ولا يجون على الأيمن. مصار المحافظ ليس علي ما شفته أبد، ما شفته ولا جاء على الأيمن. وفي ظل ما يعانيه العراق عامة من أزمات اقتصادية خانقة، يشكو سكان الموصل من انعدام فرص العمل في المدينة ما فاقم معاناتهم ومعاناة أسرهم. اليوم أشتغل وعشتين بطال، والله وكيلك مع المولدة مرات ما يطفيها علي أسبوع خمس أيام يلا نطيه يشغلها، ويوم نشتغل وعشتين ويولاد نشتغل علواها سد اللقمة، والله اللقمة ما سد، الله وكيل. هاي اللحوم حرام إلى هاي الشهرين إلى فاتت على بيتي. ويبقى سكان الموصل بين البطالة والفقر والإهمال الحكومي وبين فساد الطبقة الحاكمة التي باتت أحزابها تقتات على أزمات الناس وتتاجر بأوجاعهم.